مساء الخير والسعادة. احنا النهاردة هنعمل عظمة اسهل واسرع واطعم وصفة ممكن تعملوها، مش هتاخد في تجهيزها دقايق، ولا هتحمري ولا هتسلقي ولا هتشوي في الفرن. امال هنعمل ايه؟ كملوا معايا للاخر الفيديو وهتعرفوا انا عملت الجمال ده ازاي. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تفرحوني بلايك وشير كتير للفيديو الجميل ده لانه بجد يستاهل. الوصفة دي انا بعشقها، لو جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها. بحبكم جدا جدا وتعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا مع بعض. مكوناتنا اللي هنستخدمها النهارده سهله جدا وبسيطه، عباره عن بصله متوسطه انا قطعتها بالسكينه ما فرمتهاش في الكبه، ودي بتفرق في الطعم كتير، سواء استخدمت بصل احمر او ابيض مش هتفرق. البهارات اللي هنستخدمها نص ملعقه ملح، نص ملعقه فلفل اسود، ملعقه صغيره من خلطه السبع بهارات او بهارات اللحمه. هحط لكم الطريقه بتاعتها في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف، اضغطوا على العنوان وعلى المزيد وانزلوا في صندوق الوصف هتلاقوا الطريقه. السبع بهارات دي بتودي الفراخ في حته تانية خالص. لو مش متوفره عندك ومش حابه تعمليها ممكن تستبدليها بنص ملعقه فلفل اسود، نص ملعقه كزبره، نص ملعقه بابريكا. كمان هنستخدم صلصة. والمكون الرئيسي معانا النهاردة هو صدور الفراخ. انا غسلت صدور الفراخ، غسلتها بس ما عملتش فيها ولا اي حاجة، وقطعتها زي ما انتم شايفين بالحجم ده، ما تقطعوهاش اصغر من كده عشان ما تتهريش معاكم. كمان الحجم ده حلو علشان لما نغرفها في طبق التقديم تبقى مالية مركزها كده وجميلة. قطعوها بالشكل اللي يعجبكم. يلا بينا بقى نبتدي. في طاسة على النار ممكن تضيفوا فيها زيت او سمنة حسب ما تحبوا، ولما تسخن الطاسة هنضيف فيها البصل، وما تنزلوش بالبصل في الطاسة غير لما يكون سخن جدا الزيت او السمنة علشان البصل، وما تنزلش المية اللي فيها. بصوا مش هنستنى لما البصلة لونها يحمر ولا اي حاجة، لان لسه هتقعد معنا فترة كده في التقليب، فانا مش عايزة لونها يغمق. هبتدي في المرحلة دي انزل بصدور الفراخ كده واقلبهم، كل ما انزل بقطعه كده هقلبها علشان تتغلف وتاخد صدمه وما تنزلش الميه اللي فيها. هنزلهم قطعه ورا الثانيه كده، مش هنزلهم مره واحده علشان درجه حراره الطاسه ما تهبطش معانا. زي ما انتم شايفين كده كل قطعه بنقلبها على الناحيه الثانيه، ولما الاقيها اتغلفت كده يعني المسام بتاعتها خلاص اتقفلت انزل بقطعتين. انا بعمل كده ليه؟ علشان درجة حرارة الطاسة ما تهبطش والفراخ تنزل المية اللي فيها. احنا لسه هنقلبهم شوية، علشان كده قلتلكم ما تستنوش لما البصلة لونها يحمر. شايفين هي كل ما بتقعد لونها بيحمر. هخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وهرجع لكم. وكده احنا بعد ما ضفنا كل قطع صدور الفراخ هنبتدي دلوقتي نضيف التوابل مع الملح. انا ما ضفتش الملح في الاول ليه؟ علشان البصل ما ينزلش مية وكمان الفراخ ما تنزلش مية. بضيفه في المرحلة دي علشان الفراخ تتشرب منه ومن التتبيلة دي ومن الميكس بين التوابل مع البصل، هتبقى طعم وريحة الفراخ مميز جدا جدا. الوصفه دي فعلا من اجمل الوصفات اللي انا بحبها جدا جدا، لو جربتوها مره فعلا مش هتبطلوا تعملوها. اولا سهله جدا، مكوناتها بسيطه اصلا، ما فيهاش مكونات بصل ولا شويه توابل ولا صلصه، كلهم موجودين عندنا في البيت، بس مجرد ان احنا بس بنغير في انواع الاكل اللي احنا بنعملها علشان الاولاد ما يملوش ويضطروا يشتروا اكلات من بره، اولا غير صحيه وثانيا مكلفه جدا. بقلبها كل شويه كده بديها تقليبه على الناحيه الثانيه علشان كل ما بتتشرب من التوابل والبصل بيبقى طعمها لذيذ جدا جدا. وصفة بسيطة وسهلة وما بتاخدش دقايق فعلا في تجهيزها. هخليها على نار هادية دلوقتي، انا هديت النار لان صدور الفراخ خلاص بقت متغلفة مش هتنزل المية اللي فيها. ودلوقتي هنضيف الصلصة، وضيفوا الكمية اللي انتوا حابينها، يعني الصلصة ملهاش عيار محدد. انا ضفت حوالي 4 ملاعق كده، هقلبهم مع الفراخ والبصل. في المرحله دي احنا ما بنضيفش ميه، بنقلبه كده لغايه ما يتسبكوا ويتشربوا كويس من بعض. وفي المرحله دي برضو احنا بنهدي النار علشان الصلصه والبصل من الحاجات اللي سهل ان هي ممكن تشيط مننا. بصوا انا كل شويه بديها تقليبه بسيطه كده
علشان الصلصة تتساب كويس مع البصل والفراخ والتوابل. وبعد 5 دقايق كده بالظبط ببتدي اضيف شوية مية صغيرين، انا مش عايزة الخلطة دي تبقى كلها مية، هما شوية المية دول على قد بس ما يسولي الفراخ. انا عايزة كمية الصوص ده تبقى تقيلة ما تبقاش خفيفة. بصوا انا هضيف كمان حبة مية، يعني كده التوتال احنا ضفنا نص كوباية مية مش كتير، علشان الفراخ بس تستوي فيها بس كده. يعني المية والصوص لازم يكونوا كده بالنسبة للفراخ، هي مش متغطية تماما بس هتستوي. هنا انا هغطي الفراخ وهسيبها تستوي على نار هادية. وفي الوقت اللي احنا بنسوي فيه الفراخ على العين الصغيرة على نار هادية، انا جبت حلة وحطيت فيها زيت او سمنة طبعا حسب ما تحبوا، وغسلت الرز، ودلوقتي هنحمر الرز لغاية ما يبقى لونه ذهبي. بفضل اقلب في الرز لغاية ما يبقى باللون الذهبي الجميل ده، بالشكل ده هيبقى مفلفل وجميل معاكي وعمره ما هيلزق. دلوقتي هنضيف المية وكمان هنضيف الملح. المية لازم تغطي الرز بسنتي واحد بس. هغطي على الرز وهسيبه يستوي على نار هادية، يعني هستنى لغاية ما يوصل لدرجة الغليان وبعدين ههدي عليه النار. ما تهديش عليه النار والمية لسه ما غلت. هنا الفراخ انا حطها على نار هادية، كل شوية بديها تقليبة بسيطة كده علشان اتأكد ان الصوص طايلها فوق وتحت وفي كل حتة. عايزة اقولكم ريحتها تجنن. وبرجع اغطيها واسيبها برده وتكمل التسوية على نار هادية جدا على ما يستوي الرز. وكده الفراخ خلاص تقريبا بقت تمام. لو حابين الفراخ تاخد لون بنستنى عليها وبعدين بنقلبها، هتلاحظوا ان الصوص ابتدى يقل والفراخ ابتدت تاخد لون تحت. لو انتوا حابين ان هي يبقى لونها احمر، شايفين اللون جميل ازاي؟ دي انا قلبتها فبقى لونها كده. بنقلب باقي القطع بالشكل ده، مش هتحتاج تحمير ولا اي حاجة، هي واخدة لون رائع. كمان الريحة مش عايزة اقول لكم يعني عاملة ازاي، ريحتها رهيبة. الفراخ استوت تماما، شايفين؟ خلاص كده الفراخ بقت زي الفل واستوت واخدت لون جميل جدا جدا. وده شكل الفراخ لما قلبتها على الناحية التانية، لونها جميل طبعا مش محتاجة تحمير ولا اي حاجة، والصوص كمان ريحته تجنن. الرز كمان استوى وبقى زي الفل، شايفين مفلفل ازاي؟ مع اني عملته في حلة الومنيوم علشان اثبت لكم ان مش مسألة امكانيات ولا حلة غالية ولا اي حاجة، انتي قادرة تعملي الرز مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين كده باقل الامكانيات. الرز لما المية بتاعته بيشربها انا خلاص بطفي عليه النار وبخليه كده 5 دقايق متغطي، بيكمل سوا على البخار فبيبقى مفلفل وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي تعالوا بينا نغرف الاكل. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ جميل جدا وريحته رهيبة. ودلوقتي تعالوا نغرف الفراخ. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة. ولا حمرنا ولا سلقنا ولا ضيعنا وقت، الاكلة كلها ما بتاخدش دقايق حرفيا في تجهيزها. وده شكل الفراخ بعد ما حطيتها في طبق التقديم. وعايزة اقول لكم الصوص ده طعمه رهيب جدا جدا. الطبق ده على فكرة ده مش طبق لفرد واحد، ده سيرفيس كبير. انا حبيت اقول لكم ان الكمية بيكون فيها بركة، انا استخدمت صدر فرخة كامل. الوصفة دي فعلا من اجمل واطعم الوصفات اللي ممكن تعملوها، انا بحبها جدا جدا وما بملش منها ابدا ابدا. لما بكون مضغوطة او ما عنديش وقت اعمل اي اكلة في البيت بعمل الاكلة دي بسرعة، لان هي ما بتاخدش وقت ولا مجهود خالص، في دقايق بتجهزيها. لو حابين انزل لكم طريقة الفرخة الكاملة اللي هي بالعظم يعني اكتبولي في الكومنتات. شايفين الجمال؟ انا هوري لكم قد ايه هي ناعمة وجوسي من جوة وطرية جدا جدا. الفراخ فعلا فعلا مستوية وطعمها وريحتها حاجة كده من الآخر. لازم لازم تجربوها.
بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم وأفادتكم. ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخ نهاية فاروق. بحبكم قوي.